Welcome back, everyone. You can notice we're in a completely different place. This is actually our home. We were planning on actually recording here, but we had some maintenance happening, so we were borrowing my sister's home instead for a little while. And we're so happy and way more comfortable to be home. <laughs> 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 اعتقد ان ده توبيك ظريف جدا بالذات في في المجتمع عندنا لان احنا دلوقتي متجوزين والطبيعي جدا لما في اي حته في العالم لما بيتم يتجوزوا فهم في اتنين بيتجوزوا لكن عندنا في مصر لما اتنين بيتجوزوا ففي ناس كتيره جدا بتتجوز بعض وساعات الاهالي بيبقوا مقتنعين ان هما الاهم في العلاقه دي ان الاهم ان هما يبقوا مرضيين اكتر من الاتنين اللي متجوزين وده طبعا بيخلق تحديات كتيره قوي في العلاقه وبيبوظ علاقات كتيره جدا ومن الناس اللي احنا اتكلمنا معاها ممكن ده يكون من اكبر الاسباب اللي بتؤدي الى يعني مشاكل في علاقه ما بين الاثنين نتكلم عن الموضوع ده شويه فور شور sure. بتهيالي اصلا حتى بسمع من اصحاب كتيره ان هم مثلا بتبقى علاقتهم كويسه ومع بعض المده طويله وكل حاجه وبعد كده بعديها بقى ايه يقروا فاتحه ويتقدموا والخطوبه وطخ الخناقات بتشتغل وطبعا ما بيقولوا ما اتفقناش وبيسيبوا بعض ومن اللي انا فهمته وحاسه ان انا محظوظه ان معظم اصحابي بيصفقوا فيا قوي ان هم يحكوا لي حاجات يمكن ما يحكولهاش ناس كتيرة اللي أنا لاحظته كان إن كتير قوي من الوقت بيكون مثلا عدم اتفاق على مين هي هيصرف في دي ومين هيصرف في دي ومين هياخد مسؤولية دي ومين هياخد مسؤولية دي والحاجات دي عادة بتكون أصلا اتفاقات ما بين الأهلين مع بعض ومش نسيسيريلي حتى ما بين الطرفين اللي هما أصلا هيتجوزوا بعض فطبعا بتبقى مواضيع حساسة والناس بتتكلم عليها وهي واخده بالها قوي بس في نفس الوقت المواضيع دي بتبقى مهمه جدا 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 هتجيب شقه فين لا المكان ده مش عاجبني لا التشطيب عايزينه كذا لا البادجت بتاعك قليل الشبكه بكام كل الكلام ده في كذا حاجه اللي هي بتنزل تحت بند الاصول بالظبط كده ودي حاجات كلها يعني في حاجات فيها متهيالي ليها علاقه بالقانون او كلام من ده بس في حاجات ده دا عرف دارج على فتره طويله جدا ان هو الراجل بيعمل كده والست بتعمل كده وبتختلف من من مجتمع للاخر بس موجود بشكل عام في في العالم العربي فور شور sure والحاجه الصعبه بتكون كمان بتهيالي انه الاهل بيكونوا لسه متعرفين على بعض فما بيكونش لسه فيه عشم قوي لكن الطرفين اللي هو اللى هم هيتجوزوا actually يمكن بيكون عندهم شوية more forgiveness أو more skill إن هم يعملوا negotiations لإن هم بيكونوا اوريدي عارفين بعض المدة بس الحاجة هي انه القصة دي كلها بتكون مش ليهم بس بتكون برضو ليها علاقة باهلهم ساعات اتشي بيكون في خلاف كمان ما بينهم هم نفسهم واهلهم مش بس الاهالي مع بعض بس هم نفسهم انا عايزة فرح صغير لا ما يصحش ما ينفعش انا بنتي تعمل فرح صغير في برضو الحاجات دي يعني في جزء ليه علاقة بالفلوس يمكن احنا عاملين ابيسود كامل ليه علاقة بالفلوس فهنتكلم على ده اكتر بس برضو في نفس الوقت بيكون في من الناحية الثانية اللي هو طريقة. طريقه الحياه نفسها انا عايزه اعيش فين عايزه فرش يكون عامل ازاي حابة فرح يكون حجمه قد ايه يكون في مكان عامل ازاي او دور لا 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 صعب قوي أدور احسن قاعه يعني كل الحاجات دي بيكون فيها صعوبات وبعدين في الاخر الواحد بيحس انه هو انا اللي هتجوز ولا انتوا اللي هتتجوزوا انا مش فاهمه يعني عامه فكره الاتنين يتجوزوا عن حب دي فكره جديده يعني ظهرت اكتر في ال... ثقافة اللي هي اللي هي الرومانتيك بيريد اللي هو في اوروبا وال... وال... يعني الوقت ده لما كان في كتاب كتير قوي بيكتبوا على القصه دي زمان كان الناس بتتجوز يعني اكبر سبب للجواز كان عشان الميراث وعشان ان احنا نجمع ال, ال... ال... بتاعنا في... في عيله واحده لو بتكلم مثلا على جدودي او كلام من ده فاحنا بنتكلم على ان كان في اصول وقتها كان دور المرأة في المجتمع مختلف شوية وتغير اعتقد الهدف هو ان هو يقعد يتغير فبالتالي يمكن الاصول اللي احنا كنا بنشوفها دي كمان هي لازم تتغير والاصول تختلف او ان احنا ممكن ان احنا نحرر نفسنا من من الاصول دي فلما بنتكلم مثلا في مجتمع مثلا زمان لو بنتكلم مثلا من 50 او 100 سنة كانت مثلا المراه في المجتمع تقريبا ما بتشتغلش خالص او كان ليها دور معين ودلوقتي المراه بقت بتشتغل وبقت ان هي يعني بتهدف للمساواه ما بينها وما بين الراجل والراجل المفروض يهدف لنفس الحاجه يبقى معنى كده ان نفس القوانين لازم انها تتغير او على الاقل ان يكون في مجال ان لو في اتنين عايزين يدخلوا علاقه عايزين يحطوا القوانين بتاعتهم اللي بتناسبهم اكتر يبقى يقدروا يعملوا ده ومع الوقت لو في ناس كتير تانية عجبها القصة دي هتبتدي ان هي تاخد ده ومع الوقت ده هيتغير، اي حاجة اي ثقافة بتتغير بتبقى كده، بيبقى في ح... بيبقى في مجموعة ناس صغيرة بتعمل الحاجة وبعدين ناس تانية بتلهم من القصة دي وبتقرر انها تعملها لحد مع الوقت ده بيبتدي يكون عرف جديد. بتهيألي بيكون دايما في تشالنج في موضوع الاهل وموضوع الاصول ده لانه في الواحد مبدئيا ما بيكونش عايز ان هو يتجوز حد وما يرضيش عيلته. يعني اكيد دي حاجه يعني دي بدايه جديده وتشابتر جديد في علاقة الاتنين مع بعض وتشابتر اكسايتنج بالذات لينا احنا في العالم العربي لانه بيكون في حاجات كتيرة جدا غير الغرب ما بنعرفش نعملها الا لما نتجوز زي نعيش مع بعض في نفس المكان يكون في حرية اكتر في العلاقة فدي حاجة بتكون اكسايتنج جدا بالنسبة للاتنين اكيد ما حدش نفسه ان هو يضايق حد تاني او ان هو يزعل مثلا الاهل للاسف بيكون في كابلز كتيرة قوي لسه يعني جديدة لسه متجوزين وكده وبعد الجواز بيكونوا هم صارفين دم قلبهم ان هم يتجوزوا وعارف في اول الجواز اصلا ان اتنين يعيشوا مع بعض في نفس البيت وان هم يبتدوا يكونوا في نفس المكان طبعا بيكون لسه في خلافات أنا عمري ما عشت معاك انت عمرك ما عشت معايا طبعا في حاجات انت بتعملها تضايقني حاجات انا بعملها تضايقك اول مره مثلا اخد بالي من بيت ده بيحصل كتير يمكن احنا معانا الدنيا كانت مختلفه شويه لان انت عشت سنين طويله قوي لوحدك وانا برضو سافرت للجامعة فبرضو كنت متعودة ان انا اعيش لوحدي وفاهمة ازاي اعمل بادجت لبيت والتنظيف الى حد ما بيكون عامل ازاي وغسيل وبوظت غسيل كتير بس غسيلي انا لوحدي مش انت معايا ففي الاول خالص بحس ان الكابل بيكون محتاج كل السبورت اللي هو يقدر يعني ياخده بالذات لو اول مره حد يعيش لوحده طبيعي جدا ان هم يقعدوا مثلا اول سنه سنه ونص ستيل ايه بي لسه بيستموا بعض اللي انا عايزه اقوله هو ان هم بيكونوا داخلين completely depleted completely depleted مش بس فاينانشالي يعني لان فاينانشالي بيكونوا هما واهلهم الاثنين صرفوا اللي قدامهم واللي وراهم على الجوازه نفسها والحاجه الثانيه هي بيكونوا depleted ايموشنلي كمان لان تجهيزات الفرح بتبقى كتير قوي تجهيزات البيت بتبقى كتير قوي بيكون اوريدي في خناقات كتيره على انا عجبني الكنبه دي لا دي مش عجباني لا ده اللون كذا لا مامتي مش عجباها وهي عجباني وعجباك طب هنعمل ايه عشان نقنع مامتي ايه ده مامتك دخلت في الموضوع يا نهار ابيض فبيكونوا هما اصلا داخلين الجوازه نفسها شابتر جديد تعبانين من decision making تعبانين من كمية التجهيزات وكمية المسؤوليات اللي كانت زيادة عن طاقتهم during الفترة دي وكمان ماديا هلكانين فبتهيألي this is not really a great way to start a life مع حد جديد you know it needs to be acknowledged والوقت ده بجد بجد بيكون محتاج شوية kindness وشوية space وشوية breathing room ساعات بتبقى الصورة من بره في الفيديو والصور بتبقى شكلها لذيذ كده وبعدين في الحقيقه بيحسوا ده ايه الهم ده؟ ده ايه هم بيت وهم فرح وهم كذا وكذا وكذا؟ بيكونوا داخلين حياتهم الجديده مهمومين اه ودي كانت حاجه احنا يعني انا وانت كنا واعيين جدا منها ويمكن ابتديت اجهز مامتي لده اه قبل ما حتى الاقي بني ادم انا عايزه اتجوزه يعني كانت قعدت اجهزها لمده مثلا تسع سنين خلي بالك لما الجو مش هيحصل كذا. متهيألي ان انت برغم ان انت جهزتيها بس كان لسه في حاجات كتيرة قوي لازم تتكلموا فيها مه. احنا في علاقتنا ما كانش فيه يعني ناحيتين وكان في ثلاث نواحي لان كان في يعني حماتي وحمايه او يعني حماتي اكتر مه. وبعدين في حماتك وحماكي وبعدين في حماتي وحماتي وحمايه من علاقه مروه فبنتكلم في ست افراد بدل اربع افراد من بالنسبه لاهلي آه طبعا تاني جوازه ليا فهم عاشوا الموضوع ده قبل كده ومتهيألي اهلي في المطلق يعني سهلين قوي في القصه دي بالذات ممكن يكون عندي تحديات في حياتي العائليه عامه في حاجات تانية بس في الناحيه دي لا فهم سهلين جدا وآي ثينك ان ده كان نابع اكتر من ان هو لما انا اتجوزت اول مره ده كان اصلا بالنسبه لهم انجاز هم كانوا وصلوا لمرحله ان هم كانوا فقدوا الامل فيا <applause> وكان بالنسبه لها هي مجرد ان هي عاوزه يعني كانت شايفه ان هي ليها يعني بنت جديده انا بالنسبه لي مع مع مثلا مامتك على سبيل المثال كان دايما الموضوع سهل قوي بالنسبه لي عشان كان دايما علاقتنا كلها ضحك يعني كل حاجه بناخدها بهزار في حاجه بناخدها جد كسرت الموضوع ده من الاول لان كان في قبل ما نتجوز كان في مواقف كتيره جدا بتحصل وبيكون مثلا انت ومامتك متخانقين او في تنشنه ما بينكم فجت لما انا ابتديت اتعرف عليها اكتر وكلام من ده بقى في الفه ما بيننا في العلاقه ابتدت ان هي تكلمني في التليفون وتقول لي مثلا انا ومنت كذا اقول لمنت كذا معرفش ايه وانا اضطريت يعني ان انا من من بدري قوي بطريقه لذيذه ان انا اقول ان انا مش هتدخل ما بين علاقتكم صح. وبعدين لما كان بقى الموضوع ده بيتكرر بت تاني كنت دايما باخدها بهزار ويعني و... 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 وخلي الموضوع يعدي فده كان يعني سهل قوي بالنسبه لي ممكن عشان طبيعه شخصيتي او او ما بين شخصيتي وشخصيه بامتك او ممكن عشان انا اتجوزت قبل كده فكنت عندي يعني تجربه في القصه دي مش عارف أه بس اه كان في تحديات مختلفة على حسب مين الطرف يعني For the context of اوف podcast ده يعني حابة أقول إن إحنا لما بنقول مثلا حموات مش necessarily معناها الأب والأم مثلا أنا بابايا توفى وأنا صغيرة جدا بس ام sure he was gonna be on our side الصراحه يعني <applause> هما هم اللي كانوا هيتخانقوا مع بعض <applause> بس for the sake of the context بتاع البودكاست ده خلينا نقول ان احنا ما نقول حموات قصدنا اكتر عيلتك عيلتي يعني بوات ايفر بقى represents الناس اللي هي بتاخد اكتف ديسيجن في حياتي او في حياتك وبرده نفس الحاجه لاهل مروه وتيله يعني خلينا نقول ان when we say حما we actually really mean اللي هو الاهل that have the right to get او او that feel they have the right to get involved في الديسيجن ميكينج بتاع حياتنا for the context ديفينتلي uh, ده حقيقي مع مع مامتي وانت اي ثينك ان انت من بدري قوي حطيت uh, boundaries معاها بلذاذه وبخفه دم عمري مثلا ما هنسى مامتي بجد يعني هي اصلا ما كانتش مصدقه ان انا هتجوز وانا ب... لا اصلا بقالي سنين 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 من زمان وانا بقول لها انا مش هعمل فرح انا مش هعمل فرح انا اصلا لو هعمل, هعمل حاجه صغيره مش هعمل فرح بس برضو ستيل طبعا بالنسبه لها يعني بتهتم قوي ب... بصورتها كأم وبصورة العيلة كذا كذا زي بقية الأهالي يعني أم... وأنا فاكرة كويس قوي كنا في الصيف وكنا في الساحل قلت لها مامي أنا عايزة أقول لك حاجة مهمة جداً لي ها خير ان شاء الله كده قلت لها مامي انا مش هعمل فرح قامت بصالي كده وبعد كده قالت لي نعم يا اختي وقعدت تدعي بقى دعيه كده ربنا وبتاع اللي هو ايه بعد كده بصالي قلت لها مامي بصي انا مش هعمل فرح يا اما مش هعمل فرح يا اما مش هتجوز هو ذس از ذا اوبشن يعني ده مش نون نيجوشبل يعني ما فيهاش وبعدين في الاخر وصلنا ان احنا هنعمل كتب كتاب صغير اللي هو طلع سربرايز كبير. انيويز هي كانت kind كايند of اوف عارفه من الاول خالص انه احنا ما كناش هنتجوز on the regular terms دي حاجه. تاني حاجه عملناها انا وانت ان احنا ما لان اهلنا بيليف ان اصول واهلنا بيليف ان تراديشن واهلنا يعني مرحبين جدا بفكره الحاجات دي بشكل عام. هل في مكان ان احنا نغير الموضوع ده اه كان في مكان يعني كان 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 في مرونه شويه ان نتجوز بطريقه مختلفه بس كانوا هيكونوا مكسوفين جدا ان هم يقولوا الموضوع ده يعني we both had a conversation مع اهلنا وقلنا لهم here's the deal عمر هيتقدم احنا هنتجوز بلا 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 بس احنا اللي هنتكلم في كل حاجه احنا اللي اتفقنا مع بعض مثلا الشبكه سعرها كان هيكون كام وايه البادجت اللي كان مناسب بالنسبه لنا احنا الاثنين يعني دي كانت كونفرسيشن ما بيني وما بينك وما حدش تاني كان موجود فيها ولا طرف ليها ولا اي حاجه ات كومبليتلي ما بيننا ولا راي اي حد دخل في الموضوع حاجه تانية برضو كانت موضوع البيت فاهمني الفرش الكل. كل الحاجات دي ان انا وانت كنا عايزين ناخد اوريدي انا كان عندي ايتمز اوف فرنتشر بحبها وانت اوريدي كنت عايش لوحدك ف وي توك اور فرنتشر وحطيناها مع بعض بس اهلنا بتهالي لو احنا كنا سيبنا الكونفرسيشن دي ليهم هما كانوا هيكونوا حتى مكسوفين جدا ان هم يكلموا بعض بالشكل ده فاحنا عملنا كذا حاجه تساعد الموضوع ده مبدئيا الاتفاق كان دايما انت بتكلم اهلك وانا بكلم اهلي ويمكن في حالتك انت برضو عشان اكبر مني واتجوزت قبل كده ما كنتش حتى محتاج قوي يكون في ديالوج ما بينك وما بين اهلك بس what we did was is we made it very clear لما انتوا تتقابلوا يا جماعه we are not going to talk about wedding we're not going to talk about بيت we're not going to talk about furniture we're not going to talk about celebrations we're not going to talk about honeymoon these are not things that we're going to talk about لان ده اللي عاده بيحصل ان هما بيتقابلوا مع بعض وبعدين بيبتدوا يتكلموا مع بعض هنا طب ومين هيعمل الفرح طب ومين كذا طب وايه البادجت هنا طب وايه ده هنا احنا ما حطيناهمش حتى في الموقف ده وفهمنا الطرفين كويس جدا جدا ان الكونفرسيشنز دي احنا هنتكلم فيها ولو اي حاجه هنرجع لهم ميبي حاجه تانية كمان بتهيالي مهمه قوي كت في حياتنا ان انت فاينانشلي اندبندنت وانا فاينانشلي اندبندنت از ويل فبتهيالي دي حاجه تانية برضو ان احنا وي ميد ات فيري كلير كفاليو لاهلنا ان احنا نفسنا نتجوز بفلوسنا احنا ما هي عامه في حاجه دلوقتي إيه احنا في الثقافه عندنا مختلفه شويه مثلا عن الثقافه اللي مثلا في الغرب او في انجلترا ان انا عشت هناك واتولدت هناك وكلام من ده هناك عند سن معين سن 16 سنه او حاجه زي كده هو الواحد بيسيب البيت وبيبقى مطلوب منه ان هو يعني يدعم نفسه بشكل اكبر من المعتاد ممكن من الاول خالص مش هي مش هيقوم على رجله لكن لازم يكون عنده شغلانه ولازم ان هو لو هيروح جامعه لازم ان هو يشتغل برضه جنب الجامعه ويشتغل في الصيف وكلام من ده ومش عارف ايه وكده مثلا لما الشخص ان هو خلاص بيقدم للجواز وعادة بيعمل ده في سن متوسط اكتر يعني اكبر كتير من عندنا مش هيقدموا على الجواز غير لما يكونوا يقدروا يشيلوا نفسهم ماديا لانه يكونوا شايفين هما الاثنين ده بيشتغل كذا وهي بتشتغل كذا والانكم الاجمالي للعيله كذا فهل ده هيقدر يوفر لهم عيشه يقدروا يعيشوها دلوقتي لوحدهم هيقدروا ياجروا فين هيكونوا بيصرفوا كام وكل الكلام ده وهيبقى فيه دمج بين الاثنين احنا عندنا الوضع مختلف شويه ان احنا في الاغلب بنعيش مع اهالينا لحد ما نتجوز يمكن انا وانتي نعتبر اكسبشن اه لده عشان انت سافرتي جامعه وكلام من ده وقبل ما نتجوز لفتره قصيره كنت عايشه لوحدك وانا عايش لوحدي من من ساعه ما اتخرجت من الجامعه وسافرت انجلترا فعايش لوحدي فعايش لوحدي معناها ان انا لازم اعتمد على نفسي ماديا او كان اختيار مني ان انا لما سبت لما اتخرجت وسبت الجامعه ورحت انجلترا قلت لاهلي انا يعني عاوز مبلغ يكفيني شهر ونص او شهرين وده هيكون اخر فلوس انا عاوز اخدها منكم بالشكل ده طبعا الاهل بيبقوا لو حصل كارثه ممكن يدخلوا يساعدوا او كلام من ده لكن طبعا. ده كان الاتفاق ده بيعمل فرق كبير قوي لان اعتقد ان في ريليشن شيب قويه قوي ما بين الدخل وما بين الحريه مم. كل ما انا اقدر اعتمد على نفسي اكتر ماديا فبالتالي انا ملك قراري اكتر فكل ما الواحد يكون عنده اندبندنس اكتر ماديا ابدر كل ده ما هيديله الفرصه ان هو ياخد قرارات بتاعته واعتقد ان ده بشكل مباشر هيشيل عبء من على العلاقه وهيحط الناس اللي داخلين علاقه في في بوزيشن احسن ان هم يتكلموا مع اهاليهم من مكان قوه ويقولوا لا احنا عاوزين ان احنا نعمل الموضوع بالطريقه الفلانيه لان لو فرض ان الاهل قالوا لا خلاص يبقى انا مش هصرف طب مش مشكله وهي برضو بترجع برضو لل بترجع برضو للكابل ليه؟ لان احنا مثلا كان طموحنا مش ان احنا عاوزين نعمل فرح كبير ومش ان احنا عاوزين مثلا شهر العسل لو لسه ما مخ... ما مخ... هناخده السنه دي مش عايزينه يكون بشكل معين مش عارف ايه م... اللي هنعيش برده ما كانش فيه بريشر ان هو لازم انا اكون عندي بيت بملكه هنعيش فيه ما احنا ما احنا بنأجر لحد النهارده بس عشان احنا كنا يعني نقدر ان احنا نقول ان احنا مستقلين ماديا فنقدر ان احنا نعيش حياتنا من خلال اللي احنا نقدر عليه حتى لو اللي نقدر عليه ده ممكن يكون بالنسبه لاهالينا لا احنا مثلا عاوزينكم تبقوا مثلا عايشين في مكان تاني في بيت اكبر في كلام من ده احنا نقدر ان احنا ناخد القرار ده وده اعتقد انها هي حاجه كويسه جدا لان كتير قوي لما اي حد بيتجوز هو لسه بيكون حياته اهم الحاجات في اي علاقه ان اثنين يعيشوا مع بعض ال ال يعني زي ما بنقول الحلوه والمره فهو لو هما في الاول في فتره صعبه ولسه بيكبروا وكلام من ده او احنا عايشين في دلوقتي فتره الاقتصاد في البلد مش قد كده وكلام من ده فليه هي برضه حاجه حلوه طبعا هي حاجه حلوه مثلا ان الاهلي يقولوا والله يا جماعه احنا معانا فلوس عايزين نسهل لكم فاهو بس دي بتيجي لو جت وال والقابل نفسه قبل ده خلاص بتيجي كانها زي جفت او كلام من ده بس ما ما بتجيش مشرطه يعني ما تجيش ان انا هساعدك بكذا كذا كذا وبالتالي هحتاج منك كذا او كذا وحصل معانا Actually يعني which was beautiful يعني حصل معانا ان we received a lot of gifts من أهلنا عادي كلمت مامتي لها مامى عايزين نجيب تلاجة حلوة ممكن please فاهمة ايه؟ this is something that we need فمثلا ساعدتنا في ده يعني كان في حاجات مختلفة we also received a very big gift we didn't want و I think أن بالنسبة لنا we would have preferred أن هي تكون حاجة مختلفة so إحنا كان عندنا اتفاق خلاص okay compromise هو أن إحنا هنعمل كتب كتاب ونعزم الناس لأصحابك المهمين وأصحابكم المهمين لأهلي وأهلك وبتاع واتفقنا على رقم مقفول وكل حاجة وبعدين الرقم ده هو مش doubled هو الرقم ده tripled صح وما عرفناش الا قبلها بيومين واي اي ثينك ان حتى بالنسبه لي انا ده عمل خلاف كبير جدا ما بيني وما بين مامتي لانه الكتاب كتاب واز جيفتد لينا وانا كنت قاعده ببص لها بقول لها ليه ليه صرف ليه ليه كل الصرف ده على ايفنت يوم واحد مع We'd much rather انتوا كفاميلي تدونا ال يعني نص حتى فلوس دي واحنا نعمل بيها حاجه تانيه في حياتنا، عمري ما هنسى الجمله اللي هي قالتها لي، قالت آه لي انا مش هجوزك كده بلوشي. اللي هو يعني مش هجوزك كده ببلاش يعني. ولما فكرت فيها قلت واو قد كده ممكن حد يكون حاسس ان الجوازة معناها قيمة الشخص اللي بيتجوز فاهم قصدي بالذات بتهالي دي بالذات فوكست قوي مع البنات اللي هو انا مش هجوز بنتي ببلاش لازم يبقى عندها شبكة قد كده مش هجوز بنتي ببلاش يبقى لازم يبقى عندها فرح قد كده عشان هي الحاجات دي اللي هتبين قيمة بنتي قد ايه it's heartbreaking it's heartbreaking لما بسمع ده محدش مننا اختار هو اتولد حالته المادية عاملة ازاي ده أول حاجة تاني حاجة هي إن أنا كبني أدم أكون worth قد إيه ناس تانية بالحظ كان معاهم فلوس وقرروا يصرفوا في أيام معينة قدام ناس معينة ملهاش أي دخل في حياتي وان انا اللي ادفع تمن ده بعد كده لان الاهل بيدفعوا كتير جدا 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 وبعدين بعديها الدنيا بتبقى فيري تايت ما حدش بيتجوز ويبقى الدنيا عنده كده لذيذه خلينا أو... نقول حاجه برضو هنا مم. لان يعني ممكن حد يقول مثلا اوكي طب يعني ايه اللي يضايق حد في ان هو جاله بقى عنده مثلا فرح اكبر بكتير او بقى في معازيم اكتر او كلام من ده مم. هو بيبقى كل واحد زي ما كنا بنتكلم حتى في حلقات قبل كده كنا بنتكلم على ان كل كل اتنين داخلين علاقة فهم عندهم قيم معينة هي بتبني العلاقة دي فاحنا واحدة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا في الحياة هي ان البساطة عامة ان احنا شايفين ان في علاقة كبيرة ما بين ان الواحد يعيش حياة بسيطة وان هو يعيش حياة سعيدة yeah. وشايفين برضو ان واحد عمره ما يصرف او عمره ما يعمل حاجة يعني فوق قدرته فهل انا مثلا كعمر دلوقتي ومنت في العلاقة هل احنا مثلا من ناحيتين هل احنا ماديا نقدر ان احنا كنا نعمل فرح بالحجم ده كان ممكن لو بعنا بقى حاجات ومش عارف كنا ممكن نعمله بس كان هيأثر فينا ماديا وكان هيخلينا ان احنا ما نعرفش نصرف حاجات تانية اهم بالنسبه لنا وممكن في حلقه تانية هنتكلم بالذات عن الفلوس في العلاقات عامه ودي جزء كبير تاني والحاجه التانية ان احنا مش حابين نعمل ده خالص يعني حتى لو ده مش دايما الحاجه اللي هي بتكون بيتصرف فيها فلوس اكتر بتكون احلى للطرف ده ممكن تكون احلى لناس تانية فاعتقد هنا برضو وبنرجع نقولها تاني في كل حلقه هي الكوميونيكيشن يعني انا واحده من التحديات اللي كانت عندي مثلا في علاقتي مع الحالة مثلا في علاقه مروه ان انا كان عمري ما ليا الاختيار في علاقتي مع بنتي ان انا كان عاوز كنت عاوز ان انا اربي بنتي والقانون المصري اللي هو متهيألي ان هو ان شاء الله في الـ في الـ عن قريب هيتغير في الحته دي ان هي الحضانه مش بتروح للاب في في حاله وفاه الزوجه بس مفيش فيش حد اخد رأي في الكلام ده فمشينا بالقانون وبالعرف وال يعني الشرع بيقول ايه في, في الكلام ده مجازا يعني ف ايه كان ممكن كان يبقى ايه الافضل؟ كان ممكن ان هو يبقى فيه آه يعني حديث ما بيني وما بين الاطراف كلها المعنيه طب انت عاوز ايه لان في حاجات مثلا طب والله في تحديات كبيره قوي عليك انت كاب وانت وصغير وبتشتغل ومش عارف ايه وكلام من ده ولسه البنت صغيره وكلام من ده ان انت هي لسه فتره بتحتاج حاجات معينه وكلام من ده فكنا ممكن نتكلم طيب ازاي ممكن نخلق وضع انا اكون موجود في حياتها كاب لكن في نفس الوقت ما يعني ما يحرمهاش من وجودي معظم الوقت وفي نفس الوقت كل اي اي اهل في اي علاقه هم تبقى اول مره يعملوا حاجه دي فبيتعلموا كل واحد بيتعلم ازاي يكون اب بيتعلم ازاي يكون ام بال, بال, بال يعني ما تبقاش بالفطره هي او الفطره بتيجي جواها بس هو بالتجربه متهيالي الحاجه الاكتر حاجه صحيه لو بنتكلم على المثل بتاع الكتب الكتاب والافراح والمش عارف وكلام من ده ان يبقى فيه فعلا حوار طب انتوا حابين ايه؟ يعني احنا حابين ان احنا نفرح بيكو وحابين ان احنا ن... يعني يبقى في ناس اللي احنا عاوزينهم يجوا وكلام ومش عارف ايه وكده وبتاع، طب والله احنا كمان حابين ان انتوا تنبسطوا وحابين ان انتوا اصحابكم يبقوا موجودين ويشوفوا الحدث ده، لكن احنا بالنسبه لنا مش عاوزين ان احنا نصرف مثلا فوق كذا، مش عاوزين الموضوع يكون شكله كذا ومعرفش ايه، فازاي نقدر نخلق حاجه في النهايه الناس دي كلها جايه عشان تشوف الاثنين اللي بيتجوزوا تشوفهم مبسوطين. موافقاك قوي وقعدش خلتني أفكر في كام حاجة وإنت بتتكلم عمر يعني مثلا بلاقي إنه ما فيش قوي ما فيش قوي فكرة إنه الأهل يدوا رأيهم ويوافقوا على خلاف الرأي عامة يعني دي ما بكونش موجودة أنا أكبر فأنا أحسن أنا أكبر فأنا عندي معلومات أكتر فأنا اللي صح أنا أكبر فأنا صح دايماً بيكون في السيناريو ده بس بتهيالي انه هو مش انا صح هو في ساعات بتبقى انا صح وفي ساعات بتبقى معلش حتى لو انا انت شايف ان انا غلط فانا اكبر منك فيعني <applause> لما تبقى انت بقى في سني بعمل اللي انت عاوزه بس انا دلوقتي بعمل <applause> اللي انا عاوزه عشان ده اللي اتعمل قبلها يعني الجد والجده عملوا كذا واهليهم عملوا كذا وكلام من ده بس لازم يكون في مرحله ان الدايره بتتكسر لان لان العالم بيتغير بسرعه جدا فلازم يكون في حد يكسر القصه دي وهنبتدي يبقى في عرف جديد زي ما احنا قلنا بالظبط مليون في الميه عايزه اتكلم اكتر احنا اتكلمنا يمكن كتير قوي على البري ماريج وعلى الافراح بس عايزه اتكلم على مثلا الجواز نفسه and raising the kids نفسهم وكل الحاجات دي يعني لازم يكون في sanctity of the couple كتير قوي دلوقتي في شغلي في السكسولوجي بشتغل مع couples وبص يعني بشتغل في حاجه إنتمت جدا يعني بشتغل في مع كابلز ان انا اساعدهم يعني مثلا في كبلز بشتغل معاهم في السكسولوجي فدي حاجه إنتمت جدا 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 يعني احنا ليتري بنتكلم على على علاقاتهم الجنسيه وكتير قوي بيكون مثلا بالذات لما بشتغل مع كبلز متجوزين جديد بيكون في كونفرسيشن الاهل بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا اللي هو يا جماعه ثانيه واحده انا بشتغل معاكم علاقتكم الجنسيه اللي دخل اهلكم في علاقتكم الجنسيه دلوقتي في امثله يعني دخلوا فيها مثلا <applause> مثلا في مثلا كابل بشتغل معاهم they're finding difficulty with penetration ف الأهل انفولفد جدا، لأ يلا إحنا بقى لنا كذا شهر مفيش حاجة، طب وإيه؟ وهو هيستحمل إزاي؟ اضغط عليها شوية إيه يعني؟ ها اه يا جماعة إيه الأخبار؟ ها يا جماعة عملتوا إيه؟ طب استنوا أنا هسأل حد كذا كذا، فاللي هو بقى الموضوع بالنسبة لهم أصلاً موتر جدا، موتر جدا إنه يكون في حد حاسس إن حماته وحماه بيضغطوا في علاقته الجنسيه مع شخص فاهم قصدي؟ yeah. ده بيكون سوبر سوبر تشالنجينج بس انا عايزه اقول بس تو وات اكستنت ساعات الانفولفمنت بيكون من الاهل انا بقدر جدا ان الاهل عاده ما بيكونوش عايزين يتدخلوا عشان مثلا ينكدوا على عيالهم او حاجه بيكونوا عادة قلقانين عليهم عايزين يساعدوهم بس خلاص these are grown ups they are adults this is your own sex life المفروض انه يكون في sanctity of privacy لل مع بعض في الموضوع ده غير بقى ان انا ممكن اقول ان امبوسيبل ان حتى ابتدي علاج اصلا مع كوبل لو احنا مش بس بنتعامل مع اتنين طرفين في السرير بس في بقى أربعة تانيين مش موجودين معاهم في الأكت تقريبا معاهم يعني في البروسس نفسه فاهم قصدي؟ هل في مثلا أمثلة لحاجات ممكن الأهل يكونوا موجودين فيها؟ لأن ممكن حد يقول مثلا الأهل أصلا بيسمعوا الحلقة دي ممكن يقول لك يعني مثلا أنتم مش عايزين نتدخل خالص بلاش لنا أي دور في أي حاجة فهل في حاجة هم لهم دور ولا هو فعلا إحنا شايفين إن هم مش دور في أي شيء؟ اللي أنا شاي يعني شايفاه هو إنه ككابل المفروض ان يكون في الاثنين مع بعض ويكون في انفيتيشن للاهل كونشس انفيتيشن للاهل ان هم يجوا ان تو بارتيسيبيت في الحاجات اللي هم الكابل نفسه وان تو invite them فيها بالظبط مش أنا... انه يكون العكس ان انا دايما يكون اكون حاسه مثلا ان انا اهلي او اهلك مثلا بيتعادوا عليا وان انا محتاجه طول الوقت اقعد اعمل كده فاهم قصدي اعمل زي شيلد في حاجه عشان انا راي فيها يعني مين اللي عنده المسؤوليه ان هو يحمي الطرف الثاني من أهله، يعني أنا في رأيي دايماً إن المسؤولية بتقع دايماً على الـ الـ الإبن أو الـ أو البنت، يعني لأن أنا في النهاية لو حصل أي حاجة أنتِ مثلاً مش حت... في في دايماً بيكون في آه يعني جزء اللي هو بيكون في تسامح أكتر مش من الـ مش من الـ الأدب حتى كمان أو إن أنا أحطك في موقف أن أنتِ لازم يكون في ان انا احطك في موقف ممكن علاقتك مع حماتك مثلا او حمايكي او كلام من ده تتلوث ب يعني خناقه او حاجه زي كده بتهالي كمان بيكون في تسامح اكتر يعني انا عارفه ما بيني انا وما بين اهلي قد اند اوف ذا دي هم اهلي غصب عني وانا بنتهم غصب عنهم هم كمان ففي الاخر بيكون في تسامح اكتر ما بين الشخص واهله فيرسز العكس بنكون خلاص يعني تربينا مع اهلنا هم جم علينا ساعات احنا جينا عليهم ساعات يعني بتكون العلاقه اكتر فور هتكمل فاهمني وعايزة هنا برضو أهايلايت سيتويشن كان صعبة قوي علينا إحنا الاتنين لأنه أم عشان تيلا كانت عايشة مع أهل مروة فترة طويلة جدا 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 قبل ما تيجي تعيش معانا ده كان معناه إنه طبعا يعني درسي في حياتها كان أكتر من التيبكال جراند بيرنتس او التبقل اونت اند اونتي يعني انا فاكره ان كان في وقت كبير مثلا في حياتنا وير انت كنت عامل فيري سوليد جراوند في الانفولفمنت بتوع مثلا اهلك في حياتنا انا كنت عامله نفس الحاجه مع اهلي وتمام ما كانش في اي مشكله في ده بس اكشلي اكتر تدخل كان موجود في اسلوب حياتي كان من ولا حم يعني ولا حم ولا اهلي ولا اهلك بل اهل تيلا ومروه فهمني؟ وده كان صعب جداً كان صعب ليه؟ لأنه مبدئياً النية صافية النية كانت إنه منت إحنا عايزينك تكوني أم التيلة وعايزين لبسها يكون كذا وتكون شكلها كذا وشعرها معمول كذا وبتاع وفي نفس الوقت يعني يمكن مع مامتي بعرف أقول لا بشدة لكن مع حد يعني لا هو أهلي ولا هو أهلك it's so much harder إزاي أعمل ده من غير لما أخسر العلاقة طب إزاي إن أنا أخلي الباوندريز بتاعتي تبقى هي برضو موجودة يكون لسه عندي برضو حرية اختيار أنا عايزة أكون مين مثلا في حياتي لأ وأنا عايزة أكون مين في حياتي أنا عامة، عايزة أقضي وقت بعمل إيه؟ عايزة أقضي وقت بكوي ولا عايزة أقضي وقت بقرأ مثلا، يو <applause> <ينو. تصفيق> وده من حقي أه، كمنت، وكان صعب قوي وأخد فترة طويلة جدا جدا، أه، لأن الواحد ما بيكونش عايز يزعل حد، وبرده الواحد ما بيكونش عايز يزعل أهله، بس بتكون إيه؟ يعني الزعل مع الأهل بيتلم أسرع شوية عن الزعل مع أهل حد تاني، وفي الحالة دي مروة is not here إن هي تقول I'm okay with this أو I'm not okay with this ففي الحالة what do you do وتيلا طفله فما اقدرش اروح اقول لتيلا مثلا ان هي تقول حاجه بالنيابه عني لا ذس از ماي رول وتدخلي صعب في الموقف ده لان الموضوع حساس برضو اكتر بالنسبه لي وليه علاقه برضو بحاجات كتيره تانية متشعبه ف بالظبط اللي هو يعني هي هي معانا وهناخد بالنا بالنا منها قوي 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 على قد ما نقدر بس برضو في نفس الوقت عايزين ناخد بالنا منها من غير لما حياتنا احنا عامة وكياننا كياني انا كبني ادم وكيانك انت كبني ادم م. يتغير ونلاقي نفسنا عايشين حياه ملهاش علاقه قوي بينا بس عشان نرضي حد. متهيألي يعني برضو في حاجه انا متهيألي ان يعني احنا كمثلا اهل هم ممكن بينسوا ان هم في يوم من الايام هم يعني كانت ام جديده او اب جديد او كلام من ده كانوا لسه بيتعرفوا ازاي هيربوا العيال او الحاجات البسيطه قوي اللي هي ممكن تكون بالنسبه لهم دلوقتي بديهيه لسه بيتعلموها لاول مره. وهم اتعلموا ممكن ان في حد قال لهم حاجات وفي حاجات اتعلموها من ممارسه ومن الاخطاء وبيعرف من يعني بيعرف ان هو يصحح افعاله بعد ما بيشوف النتيجه بتاعتها فكل واحد لازم ياخد الفرصه دي ده رقم واحد رقم التاني والاهم ان هو وارد جدا ان انا ممكن اكون عاوز اربي ولادي بشكل مختلف خالص مش معنى كده ان هو ان في صح وغلط ساعات بيبقى في صح وغلط بس في حالات تانيه ممكن يكون مختلف وانا في حالتي انا مثلا كنت كان في يعني كونفرسيشنز كتيره جدا دارت ما بيني وما بين مروه احنا عاوزين نربي تيلا ازاي وحن يعني واتكلمنا في تفاصيل كتيره جدا فانا كنت عارف بشكل كبير انا كنت عاوز اربي تيلا ازاي انا طبعا عارف كويس قوي انا يعني عاوز اربي تيلا ازاي بس عارف كويس قوي برضو ايه الحاجات اللي مروه كانت راضيه بيها ومقتنعه بيها وشايفه ان احنا لازم نعملها مع بعض بس ما اتاحتليش الفرصه ان انا اعمل ده في حالات كتير بالرغم ان ده دول اهل مروه ويعني اوبسلي قريبين جدا منها وكلام من ده فده برضو بيكون صعب ف فده يعني فده كان اصعب برضو لعدم وجود مروه زي ما انت بتقولي وعدم قدرتها ان هي تتدخل وت وتقدر ان هي تكون هي الوسيط اللي ممكن ان هو يوصل الموضوع بشكل سهل الطرف الثاني يتقبله لان دي منهم وعليهم وكلام من ده لما انا بفكر فيها مثلا بفكر في مثلا أجدادي مثلا أو بفكر مثلا في جدي وجدتي من ناحيتين وبفكر في أهلي فأنا شايف طبعا إن في قيم كتيرة جدا وحاجات اتنقلت من جدودي لأهلي دي كانت حاجات كويسة بس حاسس إن الحاجات الأخيم والحاجات اللي هي بتفضل أكتر هي الحاجات اللي بتتنقل لوحدها بشكل فطري أكتر يعني أنا دلوقتي لأ أكتر حاجات أنا اتعلمتها من والدتي ما كانش من الحاجات اللي هي قالت لي اعمل كذا وما تعملش كذا وبتكررها كتير جدا كان اكتر من ان انا بشوف مثل صاحي قدامي لواحده بتجتهد جدا في شغلها انها بتقدر انها تعطي للخير من غير ما تكون مستنيه اي حاجه مردود مثلا مادي او غيره أه بشوف معاملتها مع الناس وكلام من ده فابتدي ان انا اشوف ده وببتري ان انا يعني اكرر ده وابتدي ان انا ايميتيت ده في حياتي فدور الحما في العلاقه لان هو مثلا كجد او جدة او كلام من ده فهو بيكونوا بيقضوا وقت مع العيال وممكن من خلال ال ال الحياه الطبيعيه ما بينهم ك يعني علاقه جد مع احفاده او جده مع احفادها ان هم ينقلوا الحاجات دي بالشكل ده ويكون الطفل نفسه بيشوف نماذج مختلفة فبيشوف بيشوف والله جدي وجدتي اللي هما جايين من عصر مختلف شوية بيتصرفوا معايا كده وبيحكولي عن القصص دي وبيحكوا عن الأمثلة دي وده مهم أوي بالنسبة لهم مش مهم بالنسبة لي وأهلي اللي هما مثلا يعني أصغر شوية في السن بيتصرفوا بشكل مختلف وأنا اللي هو أصغر منهم كتير في السن فأنا بشوف عندي رأيي أنا وبشوف مع أصحابي والجيل بتاعنا بيعمل إيه وبيقدر ان هو بشكل فطري ان هو يبني حاجه ميك سنس فور فور في ما بين الاجيال كلها فبيقدر ان هو ياخد احسن حاجه في كل الاجيال والحاجات الوحشه بيقدر ان هو يسيبها وده بيحصل بشكل مش بيتنقل عن الكلام بيتنقل عن الافعال. مامتي دايما بتيجي تزورنا هنا في بيتنا في المعادي. والبيت بتاعنا فيه ميكس حاجات كتيره قوي حاجات من ايكيا حاجات من سفر حاجات عادشي حتى من بيت جدي وجدتي حاجات من جهازها هي اخدته حاجات من بولفت من الدانس ستوديو نفسه وبتاع احنا ما عندناش صالون عندنا ليفنج روم وورك اوت دانس اريا انستد وكل مرة تدخل تقول يا ربي أنا يعني عمري ما شفت حاجة كده أنا مش عارفة أنتوا يعني طلعتي كده لمين يعني ملهاش أي علاقة بيا وإحنا بناخد ده يعني بضحك لان احنا عارفين ان هي برضو خلاص this is her way of communicating هي بتفكر في ايه بس فعلا مش قصدها ان هي دينا ولا اي حاجه بان هي تقول الموضوع ده المهم كان في مره بقى قاعدين على السفرة بناكل طبعا مش انا الطبخة الاكل اللي احنا بناكله ده عادي هي عارفة وبعد كده بعديها قاعدة كده مامي على كرسي على السفرة وتبص لعمر وتقول له يعني انت مبسوط كده انت مبسوط كده وانت كل كرسي في السفره بتاعتك لون مختلف عن اللون التاني انت مبسوط كده اما عمر بس لها كده بكل هدوء وقال لها عمرك قعدتي على اكياس زباله يا طنط علشان الكراسي بتاعتنا معمول اعاده ايه استعمالها اعاده تدوير اه ايه؟ كل معمول لها اعاده تدوير فقامت مامي بصالة له له انت بتغزني ها بتغزني مسخسخه على روحها من فمن ناحيه <applause> القصة دي دايما بنتكلم عنها ودايما هي تقول لي الا إيه وانا قاعده على السفره عندكم وعمر يقول لي عمرك قعدتي على اكياس زباله قبل كده وهي مت... هي انوي مبسوطه وكوني مبسوطه بالظبط فهي انوي يعني عايزه تعرف ان مش هي اللي مختاره الحياه دي لينا وعايزه تعرف اصحابها دايما تقول ما هي منت هي كانت عامله زي عايزه بس خاتم واحد ما كانتش عايزه مش عارف الخاتم الكذا والخاتم الكذا اللي هو عاده بيكون الكيس يعني في مصر وبتاع دايما هي شيز ات بيس خلاص في الحياه بتاعتنا بس دايما بتتكلم عليها كانها حياه مريبه يعني ولما اتكلم مع اصحابها وبتاع تقول لا خلاص بقى هي اتجوزت تروح بقى تعيش في كهف مع عمر في الجبال انا مالي no. ده سيناريو بحبه جدا لان في كذا حاجه اتعلمتها منه اتعلمت ازاي هيومر از ا جريت to set boundaries اتعلمت ازاي ان الاهل ممكن ان هم تو uh, شير الفكر بتاعهم وان هم يعني اللي احنا بنعمله ده غريب قوي عليهم بس بطريقه ما تجرحش وما تضايقش وما تزعلش واتعلمت كمان انه اه في ممكن يوم في يوم من الايام انا ومامتي نكون مختلفين تماما عن فكر لمده سنين 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 ويجي اليوم ان احنا نقدر ان احنا نتعايش مع بعض واحنا عارفين ان فكرنا لسه مختلف بس ما نكونش في خلاف في الموضوع ده لان معاها التوك سنين كتيره جدا 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 ف بحس كتير قوي ان الناس بتكون عايزه تسبق اللي هو الاسرع اللي أحسن. بس حاسه ان احنا في علاقتنا احنا الاتنين we marinated our parents فترة طويلة يعني أكننا تبلناهم فترة طويلة في step by step إنه ما يكونش أصلا في حد وابتدي إن أنا أديهم تخيل وأديهم توقع أنا عايزة أتجوز إزاي إن يكون اوريدي ما فيش بني آدم تاني بس أكون أنا في حياتي اليومية اوريدي بعمل قرارات معينة في حياتي إن لما يكون في حد تاني ابتدي اقول اوكي بصوا احنا هنقابل الاهل بس الكلام في الماديات كله هيكون ما بيني وما بين الشخص فبتهيالي برضو انه it's not fair ان اكون اهلي متدخلين جدا جدا في حياتي وبعدين صادني يتجوز وتخبم سلام عليكم جود باي That's not فير برضه ليهم لازم يكون في فترة زمنية لتغيير العلاقة نفسها ومش ممكن ما نوصلش للايديل سيناريو اللي احنا عايزينه النهارده بس ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب وساعات هتبقى كونفرسيشن كده كلام خفيف لذيذ والموضوع هيتفهم وساعات هتبقى خناقه ساعات الخناقه هتاخد ساعه وساعات هتاخد يوم وساعات هتاخد اسابيع وساعات هتاخد شهور ف ده برضو مهم ان احنا ذا اند اوف ذا داي محدش عايز يزعل حد بس كل واحد نفسه ان هو يكون عنده الاختيار ان هو يعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها في في حاجه دايما بتحصل هو ان لما مثلا اتنين زوجين مثلا بيتخانقوا لاي حاجه بيبقى ال الزوجه او الزوج بيرفعوا سماعه التليفون على اهلهم ويشتكوا لهم وهنا ما نقدرش ان احنا نلوم الاهل لان في حد اتكلم عشان يقول له والله حصل كذا 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 وطبيعي جدا الاهل لما يشوف ابنه او بنته بتعاني من حاجه فهو طبيعي بالفطره هو عايز يتدخل ف اعتقد انا يعني كل الـ كل كل كابل هيبقى حاطط لنفسه المعايير بتاعته بس اعتقد ان كل كابل لازم يتكلم فيه ايه الحاجات اللي احنا ممكن نحكي لاهالينا عليها وايه الحاجات اللي لا يمكن احنا عندنا الموضوع يعني مقفول علينا كونتينر اكتر بكتير لكن في حاجات عاديه مثلا يعني ممكن ان احنا نحكي فيها معاهم او ناخد رايهم او كلام من ده بس احنا لازم نبقى واعيين قوي ان احنا لو بنكلم اهالينا على مشاكلنا فصعب قوي ان احنا نكلمهم على مشاكلنا وفي نفس الوقت نقول لا انتوا ما ينفعش تدخلوا في حياتنا فانت يعني او لما اكون بحكي له عن مشاكلي فلازم اولا اكون واخد البرميشن بتاع الطرف الثاني في العلاقه وكمان لو البرميشن موجوده فانا بكون بكلم اهلي بوضح لهم انا بس بكلم عشان افضفض انا مش عاوز مقترحات او مش عاوز تدخل او كلام من ده فدي حاجه مهمه قوي لان بشوفها كتير قوي في هي مهمه المنقطة. جدا وعمر زي ما احنا كنا بنقول ان في تسامح اكتر ما بين الاهل والابن او البنت بيكون في تسامح اكتر ما بين الشخص اللي ما بين الشخص اللي في العلاقه والشخص الثاني يعني ما بيني وما بينك في اوقات اكتر بكتير فانت ليك كريدت عندي وانا ليا كريدت عندك اكتر مثلا من مثلا مامتي او اختي يكون عندهم ليك انت فالحاجه هي ان احنا ساعات بس لازم نكون اوير ان انا ممكن احكي لحد وفضفض بس ممكن فعلا الشخص ده من كتر ما هو يكون بيحبني مثلا لو اختي لو مامتي ايا كان الشخص ممكن يكون فعلا اللي هو لا يعني ازاي عمر يعمل كده؟ لا انا مش هفورجيف عمر ابدا انا دايما هفتكر الموقف اللي هو عمله في منت. مم. لان هو ما حدش عايش في العلاقه بتاعتي. يعني الطرفين بس هم اللي عايشين في العلاقه دي. ممكن تكوني انت في لحظه انفعلتي وحكيتي حاجه بس دي بتمثل مثلا 1% من العلاقه بس هو الشخص اللي بيتلقى المعلومه دي دي واحده من ثلاث اربع حاجات انت حكيتها له فبالنسبه له ده العلاقه جزء كبير من العلاقه كده. وعادة برضو الشخص بيكون عايز يتكلم اكتر بكتير في الحاجات الوحشه. <متحدث> عن الحاجات الحلوة لما أنت تعمل حاجة حلوة ليا بكون عايزة أكون معاك أكتر يعني عملت لي <متحدث> حاجة حلوة فبلزق فيك أكتر عملت حاجة وحشة ببعد عنك وعايزة أحكي لحد تاني <متحدث> و I think يمكن إحنا عاملين container completely sealed عشان حاجتين مبدئيا إحنا الاتنين عندنا experience في علاقات كتيرة قبل كده فمش أول مرة أنت تكون مع حد مش أول مرة أنا أكون مع حد في خبرة في ال... في العلاقات بشكل عام صح دي حاجة، الحاجة التانية هي إن إحنا عندنا سبورت سيستم، يعني أنا عندي سبورت سيستم بروفيشنالز بدفع لهم فلوس شغلتهم إن هم يقعدوا يسمعوني، وعندي سبورت سيستم أصحاب برضو بتكلم معاهم، وأنت كمان نفس الشيء عندك ناس تانية تتكلم معاهم، فيمكن كمان إنه يكون في أصلاً سبورت سيستم ناس تانية لأن برضو الواحد لما بيفضل كاتم 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 جواه بيحس إن هو هيفرقع، ولما بيقعد يلعب سيناريو في دماغه تاني وتاني وتاني, وتاني. هي عادة الخناقة قبل ما تحصل بالكلام ما بين الطرفين بتحصل في الجسد <applause> war happens within your skin first before it happens out loud in words yeah. ف I think it's so important انه يس no, yes, اهلنا يكونوا هناك ان هم يعملوا لنا دعم وكل حاجة بس ان احنا دول اكتر ناس بيخافوا علينا دول اكتر ناس عايزيننا ان احنا نكون مبسوطين دول اكتر ناس ممكن يضحوا باي شكل عشان ايا كان مادي او فيزيكال او بوقتهم او بالريسورسز بتاعتهم فبيبقى صعب قوي ان هو ده برضو يكون الشخص انا بكلمه كل يوم على التليفون واشتكي اشتكي 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 ازوال ويل أم... انا كنت عايز اقول حاجه برضو ان يعني عشان مش عاوز اقول باين ان احنا ب... بنحكم على الاهالي بشكل بتاعه هو يعني في الاخر خالص هو دول أطراف العلاقة أو أطراف العيلة عندهم أكبر قدر من الحكمة لأن هم أكبر يعني ناس في السن أو في معظم الأحيان بيكون عندهم حكمة كبيرة ومعاشوا فترة أطول، برضو الموضوع بيتوقف على من أهل الأهل، ما أعتقدش إن إحنا ممكن نتكلم في حاجة في المطلق لأن مثلا أعرف مثلا أمثلة كتيرة جدا أصحابي في كده وكده وأعرف ناس أصحابي أهليهم يعني متزنين جدا آه يعني عندهم حكمه كبيره جدا ناضجين جدا كلام من ده هم عارفين من نفسهم ان هم نفسهم حتى لو طلب منهم لا هم يحطوا الباوندري دي مش عمره يعني لو لو الابن والابنة راحوا لهم قالوا عاوزين تدخلوا كذا 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 هيقولوا دي مش بتاع انا ممكن اتكلم معاك وانصحك بس مش هتعدى الحد ده فبتفرق من برضو بتفرق من اهل الاهل وانا كل واحد فينا بيبقى عارف كويس قوي طبيعه اهله فممكن برضو يكون هنا في يعني مرونه لان انا شايف ان في دايما من الاخطاء اللي بيعمل بتعمل بيعملها اي مجتمع ان هو بعد ما البشر بيعدوا سن معين فهو ان يعني بيكونوا بن مش بناخدهم في ال في الراي او مش بندخلهم بن في الحوار المجتمعي عامة بالرغم من انهم اكتر ناس عندهم خبرة وانهم مش بيحصل بس في العلاقات بتكلم على العلاقات بس على على كل حاجة آه فمهم برضو ان هم يكونوا عنصر موجود ولكن لازم يكون كل واحد يعني لازم يكونوا الطرفين واعيين قوي عن آه بيعملوا ده ازاي وطبيعة كل واحد ويكون ال الاهل برضو بيلعبوا دور فعال في ده من ناحية إن انا مثلا لو اب ممكن مثلا في المستقبل اشوف ان انا مثلا ممكن اقول لتيلا يعني تعليلي لما تكوني محتاجه حاجه بس في حاجات معينه مثلا هكون ايموشنال جدا فيها معرفش يعني مش عارف اقول ده ولا لا بس ممكن مثلا افضل ان انت ما تحكيها ليش مثلا لان انا ممكن اخد اكون جاي قوي في صفك زياده عن اللزوم او يعني يكون ليا كلام بس ما تخلينيش اتدخل مش عاوز عمري اتدخل يعني ممكن أتكلم معاك في أي حاجة بس مش عاوز أتدخل، لإن أنا ممكن أو ممكن ألاقي نفسي أن أنا فعلا ممكن أعمل ده، لكن اللي أنا أقصده يعني إن احنا يكون عندنا وعي بنفسنا برضو أيا إن كان أنا أنا الأب أو الأم في العلاقة أو أنا البنت أو الابن Thank you, everyone, for following, like the video, follow WeMinas' channel, and also subscribe to it. But that's like following it and, and put comments as well, because we want to know what you guys are thinking. And share, share with your friends.